مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، البرنامج الذي يسلط الضوء على كل ما يهم المرأة السعودية والخليجية والعربية. خلوني أمسي بكل خير على زميلتي مروة اللي من زمان ما طلعت معاها. مساء الخير مروة. يسعد مساك دلال، نورتينا اليوم، كثير استنست انك موجوده معنا، وعلى فكره ما شاء الله بلوزك كثير حلوه. الله يسلمك، كنت تحرجين على الهواء يا مروه. عموما انا من زمان ما طلعت معاك، ان شاء الله نقضي حلقه شيقه، بس وش رايك نتعرف على عناوين؟ ان شاء الله. اعزائي المشاهدين اسمحوا لي نتعرف على عناوين حلقه سيدتي ونرجع نناقشها مع بعض. في سيدتي اليوم، السعوديات يحتفين باليوم العالمي لرائدات الأعمال. السعوديات يلجأن لمستحضرات وأجهزة التسمير مع قدوم فصل الشتاء، و60% منهن معرضات للإصابة بسرطان الجلد. جدة تشهد انطلاق معرض روح الفهد بمجموعة كبيرة من الفعاليات وورش العمل. معرض اتجاهات يعرض مشاريع خريجات كلية التصميم والفنون من جامعة الأميرة نورة. هل مرحلة الحضانة مهمة في حياة الطفل التعليمية؟ التحدث مع الذات، ذكاء وقدرة على الابتكار. دلال أنا رحبت فيك ونسيت أرحب بالمشاهدين. يلا استحلك. يسعد مساكم مشاهدينا، ومثل ما شفتوا بعد جولتنا في العناوين نذكركم بطريقة التواصل مع البرنامج من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر والإنستغرام، ولا تنسون بعد تتابعوا فقراتنا على اليوتيوب في حال فاتتكم الحلقة. رحبت خلاص يا مروة. رحبت. يمكن مبسوطة شاني طالع معك اليوم. يعني من جد. أعزائي المشاهدين، للسنة السادسة على التوالي جائزة تكريم المتفوقين العرب في مختلف المجالات والميادين، وحفل هذه السنة أقيم في دبي. مزيد من التفاصيل خلينا نتابع في التقرير التالي. تكريم هو طفلي يلي كبر على مر 6 سنوات، واليوم هي مبادرة وقفت على قدمين ثبيتتين. سعيد السنة بالحصاد لأنه كان قطاف مميز ل9 شخصيات عربية تركت بصمة أثرت المجتمع وحاولت تغير حولها. هذا واجب كل عربي في هذا الوطن الكبير أن يقوم بخدمة مجتمعه وتشجيع المبادرات التي تقوم على مستقبل الأجيال القادمة. وأعتقد بأن في الوطن العربي رجال يستاهلوا التكريم لأنهم قاموا بخدمة مجتمعهم وأوطانهم، وتكريم ما هي إلا مبادرة نتمنى من الله أن تتحول إلى منتدى يقوم على تثبيت هذه الأسس وإعطاء الآخرين فرصة للمشاركة في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم بصفة عامة. جائزة المبادرين الشباب ينالها هذه السنة خالد الخضير. جائزة تكريم 2015 لفئة رواد الأعمال للشباب يعني شيء فخور جداً أني أستلمها اليوم. هذا بعد عمل خلال فترة 4 سنوات الماضية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية في فتح فرص للمرأة السعودية في الانخراط إلى سوق العمل والقطاع الخاص. أولى جوائز إنجازات العمر تمنح للراحل الكبير الدكتور غازي القصيبي طيب الله ثراه، وتسلم الجائزة لنجلك السيد سهيل القصيبي فليتفضل. يعني الوالد أفدى عمره كله لخدمة الوطن، وتو تكلمت مع أحد الحضور وقال لي هو كان يعني الدكتور غازي قصيبي كان
تجسيد للوطنية، وأعتقد هذا الكلام صحيح، كرس حياته كلها لخدمة الوطن، فأنا جدا ممنون لهذه الجائزة على استلام الوالد على الجائزة القيمة. جائزة المرأة العربية الرائدة تمنح هذا العام لعضو مجلس النواب العراقي ديان دخيل. أنا فخورة بأنه اليوم أخذت أو فزت بجائزة تكريم اللي عملتها مؤسسة تكريم بجائزة المرأة العربية والمرأة في الوطن العربي. طبعا هذا مبعث للفخر لأي سيدة، بالتأكيد كان هناك خيارات وترشيحات كثيرة أن أفوز بها، هذا طبعا أضاف إلي مسؤولية أخرى. إلى اليوم كنت أمثل ربما المرأة العراقية، المرأة الكردية، المرأة اليزيدية ومرأة الأقليات، ولكن الآن في هذا التكريم ربما وضع مسؤولية أكبر على عاتقي أن أمثل المرأة في كل أقطار الوطن العربي. ونحن نعلم ما تعاني، نعلم ما تعانيه المرأة في كثير من الدول العربية من اضطهاد، ربما من قمع، من عدم نيلها لحقوقها، فأعتقد الآن المسؤولية أكبر على عاتقي. أهدي هذا التكريم لعائلتي، أمي وإخوتي وزوجي وبناتي دان وطلع. شكرا. هي بصراحة أعطيت هاي الجائزة لأنه بشتغل مع أطفال ذوي احتياجات خاصة، وشكراً للفريق اللي بيشتغل معي كفريق العمل بمركز الطفل السعيد الفلسطيني، نوعنا بالأطفال ذوي احتياجات الخاصة، وعندنا نتائج رائعة مع أطفال حتى بعد أطفال التوحد، عشان الشغل بيكون بالبيت وبالمدرسة وبالروضة وبالشارع، بندرب كل المحيطين في هذا الطفل، ولا مرة بنيأس ولا وبنضل نحلم إحنا ودول الأطفال، فهي الجائزة عشان هذا الإنجاز اللي صار اللي هو مركز الطفل السعيد الفلسطيني. طبعا الشيء اللي يرفع الرأس إن كلهم من الوطن العربي، وهذه الإبداعات والإنجازات كلها تصب في التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في كثير إنجازات، في شباب أفكارهم جميلة جدا، مشاريعهم طموحة وأنجزت أشياء مرة كبيرة، يمكن ما صار لهم فرصة أنه يطلعوا، بس أعتقد يمكن الإعلام يلقي نظرة على مشاريعهم، على كمان تحفيز بالنسبة للأجيال الثانية. فيعني كنا صراحة الود احترنا في كثير، للأسف يعني مو للأسف يعني أنه في جائزة تعطى لشخص واحد، بس للأسف يعني كان ودنا نعطي للجميع الشباب. أنا قناعتي أن العالم العربي بحاجة إلى مبدعين مبادرين وبكل الحقول، سواء التجارة أو الثقافة أو المدارس أو الموسيقى، وأنه لابد من دورنا أنه إبرازهم لإعطاء الأمل بالجميع أنه المجتهد حيصل وأنه في غيره وصل وفي غيره حصل. ومن حفل تكريم المتميزين العرب ناخذكم مشاهدينا إلى تكريم الإعلامي السعودي الراحل سعود الدوسري رحمة الله عليه. صاحب الابتسامة تم تكريمه في معرض الشارقة الدولي للكتاب على كل اللي قدمه من أعمال تركت بصمتها في نفوس الناس. راح نتابع هذا التقرير عن تكريم الإعلامي سعود الدوسري الله يرحمه ونرجع. الإعلامي الراحل سعود الدوسري رحمه الله ضمن برنامج يتحدث عن شخصيات رحلوا بعد أن أثروا الساحة الوطنية تحت عنوان في حضور الغياب، وشكل هذا البرنامج لمسة وفاء وفتحا على الذاكرة الثقافية السعودية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 34. في الجناح السعودي في الصالون الثقافي اعتدنا كل عام هناك برنامج نتبناه في حضور الغياب، ذهنية الصورة وذاكرة الوطن. هذا العام حقيقة تم اختيار الراحل والإعلامي القدير سعود الدوسري لما يحمله من مكانة إعلامية ومن وهج ومن سيرة عطاء
كانت رائعة جدا على مستوى الثقافة وعلى مستوى الإعلام العربي والسعودي تحديدا، فحق لنا أن نفخر بإنجازاته ومسيرة عطائه وأن نحتفل بها اليوم. حقيقة هو ليس تأبين لسعود الدوسري بقدر ما هو فرح بإنجازاته والوقوف على مراحل عطاءاته التي تركها ولم ننسى حقيقة بعلاقة غير آئلة للانقطاع بيننا وبينه بإذن الله عز وجل. فمكانة سعود لن تعطلها الذاكرة في مكانة الثقافيين والإعلاميين. الحقيقة أنه هذا يعني عمل كريم من الملحقية ومو غريب عليهم أنهم يكرمون شخصية مثل سعود الدوسري رحمة الله عليه. سعود مثل المملكة في كثير من المحافل ومثلها خير تمثيل، حصل على جوائز هي بالتالي للمملكة. سعود فقيد الإعلام ومو شيء غريب أنه يتم تكريمه، وأيضا يعني حتى أنتم كروتانا خليجيا أنكم تتابعون مثل هذا التكريم، أيضا هذا يعني وفاء من عندكم لسعود للمحطة اللي بالآخر كانت آخر محطات سعود، وأقدر أقول من خلال يعني معرفتي كانت من أجمل محطاته. حقيقة سعود إحنا يمكن تكلمنا في الندوة كثير، وأنا يعني على قولتهم يعني عود من حزمة من أصدقاء سعود، فبالتالي أصدقاء سعود كثير، فبالتالي كل شخص لديه يعني أو رؤية عن سعود. لكن أنا شخصيا أعتقد أنه كل الصفات اللي في سعود كلنا نتفق عليها. سعود رجل كريم، رجل يحب الحياة، رجل ما يحب يؤذي أحد. يعني أنا عمري ما شفته في حياته دائما يتحدث في غياب أحد أو ينتقد صديق أو ما يفرح لإعلامي ناجح. دائما سعود دائما تحصل عنده البوزيتيف، دائما يعطيها لكل أصدقائه والإنرجي. فهذه من الميزات المهمة اللي كانت في شخصية سعود، ولذلك هو كان عنده سحر في الحضور في التعامل سواء مع أصدقائه أو أمام الشاشة أو أمام الناس. دائما أفضل الإعلاميين السعوديين الذين طرقوا الباب أولا إلى الخارج وانتقل محليا إلى الخارج، وهذا أعطى إلهام كبير للإعلاميين السعوديين بشكل خاص. النقطة اللي أحب أقولها أنه أنا سعيد جدا وفرحان في داخلي أنه سعود توفي وهو قدم برنامج مهم جدا واسمه ليطمئن قلبي على شاشة روتانا خليجية. عاش مبتسما ومات مبتسما. الإعلامي الراحل سعود الدوسري رحمه الله تجاوزت شهرته المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج ليصبح واحدا من ألمع الإعلاميين في العالم العربي، وامتدت مسيرته الإعلامية نحو 25 عاما توقف من خلالها على محطات كثيرة ساهمت في تكوين شخصيته الإعلامية المميزة، وكان آخرها برنامج ليطمئن قلبي الذي كان تتويجا لمسيرته المهنية ومنهجه في الحياة، إذ كانت آخر تغريدات سعود الدوسري رحمه الله: ليس مهما أن يكون في جيبك القرآن، بل مهم أن تكون في أخلاقك آية. وبهذه الرسالة ودع صاحب الابتسامة مشاهدينه ومتابعينه من كل أنحاء العالم العربي. إذا مشاهدين الكرام، نفهم من هذه الحلقة أن الشيطان ليس له سبيل على الإنسان إلا الوسوسة والتزيين، وأنه بالمراقبة اليقظة والاستعانة بالله نرد كيده. دمتم آمنين سالمين مطمئنين، وإلى اللقاء.
شكرا للزميلة أروى توفيق على هذا التقرير، يستحق حقيقة الإعلامي الراحل سعود الدوسري كل هذا التكريم، ما زال حاضر بيننا بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن كل شيء دلال، بالفعل كان بصمة كثير مهمة في الإعلام السعودي والعربي بشكل عام. الله يرحمه يا رب. آمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، برنامج سيدتي مستمر، لكن أكيد بعد هالفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، السعوديات يحتفين باليوم العالمي لرائدات الأعمال.